بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنحل بعض المسائل الخاصة بالسمول سيجنال بي جي تي امبليفاير. أول مسألة عندي على البي جي تي ديفرنشال امبليفاير. زي ما احنا شايفين الديفرنشال امبليفاير بيتكون من تو بي جي تي ترانزستور، دايما بيبقوا ايدنتيكال تمام، وداخل الانبوت على التيرمينال واحد سنجل اندد والتيرمينال الثاني على صفر، فكل الديفرنشال انبوت دخل يعني دخل على تيرمينال وتيرمينال الثاني لا، والديفرنشال انبوت قيمته 1/10 فولت، يعني في انبوت 1 × 2 يساوي 1/10. وعندي مقاومتين كل واحده اسمها 200 اوم موجوده على كل امتر من الاثنين، وفي عندي كارنت سورس على التيرمينال ده. هو طالب مني ايه في المساله؟ طالب مني الاي سي كارنت. طالما طالب مني الاي سي كارنت انت لازم هتعمل اي سي اناليسيس، ما تكتفيش بالحل بتاع دي سي، انا عايز الاي سي امتر كارنت، عايز الاي سي امتر كارنت. عشان اروح احل المساله بكل بساطه هروح احل، هقسم الصفحه نصين واقول انا عندي حاجه اسمها دي سي اناليسيس. هبدا احل، الهدف ايه من الدي سي اناليسيس؟ تحسب قيمه الاميتر كارنت عشان تحسب قيمه الاي سي اميتر ريزيستنس. طيب دلوقتي كارنت سورس سهل الحسبايه، ليه سهل الحسبايه؟ كان قبل كده بيحط لي فولتج سورس وابدا اعمل كي في ال على الانبوت لوب واحسب التيار، لا هنا سهل الحسبايه. ليه سهلها لي؟ لان طالما قال لي كارنت سورس هنا 1 ملي امبير يبقى التيار اللي ماشي في التيرمينال دي قيمتها 1 ملي امبير. طب ما التيار ده انا كنت بسميه لو تفتكروا حاجه اسمها اي تي، اي تي يساوي 1 ملي. طب ما الاي تي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع التيار ده والتيار ده، والتو ترانزستور سيميلار يبقى التيار ده والتيار ده مجموعهم يساوي 1 ملي وهم شبه بعض، يعني ضعف قيمه واحد فيهم تساوي 1 ملي، وبالتالي يبقى الاي على طول بكام؟ الاي اي بنص ملي امبير. طالما جبت الاي اي بنص ملي امبير يبقى على طول طبعا الاي اي 1 او الاي اي 2، الاثنين زي بعض. يعني هنا اي 1 او اي 2 بنص ملي يبقى على طول الار اي 1 هي نفسها الار اي 2 تساوي الفي تي اللي هو 25 ملي على نص، يعني الكلام ده تقريبا يطلع 50 ملي. يبقى انا كده عملت الدي سي اناليسيز المطلوب مني. تعال نشوف بقى الاي سي اناليسيز اللي احنا هنعمله ببساطه خالص برضو. الاي سي اناليسيز كل الدي سي سورسز بصفار، كل ده بصفار، ادي بصفار اهي وده بصفار اهي، ولو كان ده دي سي سورس برضه، بس بقى في حاله الكرنت سورس بنعمله اوبن سيركت. الكرنت لما يبقى بصفر يعني اوبن سيركت، يعني الترمينال دي ما عادتش موجوده، الترمينال دي ما عادتش ايه؟ ما عادتش موجوده، تمام؟ يبقى اصبح بقى تعالى نعمل كي في ال على الانبوت اهو، انا ماشيه من 1/10 اهو اللي هو الدخل، قابلني مقاومه الاميتر ايكوفلنت سيركت هنا مقاومه ار اي اللي هي 50 اوم، وبعد كده السيريز اهي مع 200 اهي نزلت، وبعدين في سيريز مع 200 اوم، وبعد كده النقطه دي ما عادش مرتبطه بالايه؟ بالكرنت سورس، اصبحت في الهواء، يبقى كمان جت على 200 كمان اهي تمام، وبعد كده عدت على المقاومه اللي هنا اللي هي الاميتر هنا اللي هي مقاومه الار اي اهي اللي هي 50 برضو، وبعد كده راحت للجراوند تمام. يبقى من اول 1/10 جهد لغايه الجراوند انا مريت على اربع مقاومات 50 و200 و250. طب التيار اللي ماشي هنا اسمه ايه؟ تيار الاي اميتر بس سمول لان ده اي سي كرنت. طيب هل ممكن بقى نعرف نجيب تيار الاي اميتر؟ ما كل المقاومات دي سيريز يعني التيار واحد، يعني الاي اميتر من هنا بكل بساطه هو 1/10 قيمه الجهد مقسوم على مجموع المقاومات دي كلها اللي هو 50 + 200 + 200 + 50. بس احنا عارفين ان دايما بنحط المقاومات بالكيلو ونحط عشان يطلع التيار بالملي امبير، فانا هقسم هنا على 1000 عشان المقاومات دي كلها بالاوم، فلما تقسم الحسبايه دي هتلاقي دي 500 على 1000 في نص، 1/10 على نص يطلع ب 2/10 ملي امبير. يبقى سؤال سهل جدا يعلمك انك انت عشان تعمل اي اناليسيز في الاي سي لازم تعمل دي سي الاول، وعملنا الدي سي والاي سي وحسبنا اللي هو عايزه. مساله سهله جدا ما تاخدش دقائق في الحل. طيب تعالوا نشوف المساله الثانيه. المساله الثانيه اللي قدامي ده عباره عن سمول سيجنال امبليفاير. نوع الترانزستور هنا ترانزستور نوعين، يا اما نوع بنسميه ان بي ان وانتم عارفين الكلام ده واعرف من السهم اللي موجود على الاميتر، او نوع بنسميه ها بي ان بي، يعني السهم موجود على الاميتر ليه داخل لجوه، فده بيسموه بي ان بي. طيب ايه اللي يفرق ان بي ان عن ان بي اي؟ مع حركه السهم حركه التيار، مع حركه السهم حركه التيار، فتلاقي التيار بتاع الاميتر عامل كده، تيار البيز عامل كده، تيار الكوليكتور عامل كده، عشان كده تلاقي ضروري ده اسمه سالب في سي سي لانه هيسحب تيار، هيسحب تيار. طيب احنا كل الحكايه طبعا هو عايز مني عايز كرنت جين، طالما اتكلم وجاب سيره الجين يبقى لازم اعمل دي سي اناليسيس برضه في الاول. بعمل دي سي اناليسيس ازاي؟ طبعا لما تعمل سيادتك دي سي اناليسيس كل المكثفات بتاعتك بتبقى اوبن سيركت، واكن الدايره بتاعتي بالظبط هتبقى عباره عن
عباره عن الجزء ده هو بس. السيركت ده هتبقى عباره عن ايه؟ الجزء ده هو بس، لان دول انفصلوا من الاوبن سيركت، تمام كده؟ طيب انا في الدي سي اناليسيس اللي هعمله طبعا يهمني بس الانبوت لوب، لان احنا كل اللي عايزين نحسبه نحسب قيمه الاي اي. طب تعالى نبص للانبوت لوب، الانبوت لوب بادئه من الصفر، بعد كده راح على الاميتر، بعد كده في راح على البيز، بعد كده في تيار هيمشي في البيز يعمل فولتج دروب على البيز. قيمته عامله ازاي؟ ها قيمته عامله ازاي الفولتج دروب؟ موجب ايه؟ موجب سالب بالمنظر ده كده. موجب سالب بالمنظر ده كده. تمام كده؟ يبقى ده هو الكي في ال. فانت لو ابلاي الكي في ال على الانبوت لوب هسميها لوب واحد بالمنظر ده كده، هتلاقي ان دي طبعا فرق الجهد المتر من البيز 7 من 10. تمام؟ يبقى قيمة الاي بيز في الار بيز قيمته تساوي 7 من 10. تمام؟ كقيمة، هي قيمة، يبقى الاي بيز يساوي 7 من 10 على 20 كيلو. تمام؟ يبقى ده قيمة الاي بيز. نروح بعد كده نقول طيب الاي امتر بقى يبقى بكام؟ الاي امتر بكل بساطة هو بيتا بلس 1 في الاي بيز، يعني الكلام ده يساوي 51 مضروبة في 7 من 10 على 20. يبقى عندي لوب فيها بطاريه 7 من 10 وفرق الجهد بين الاميتر والبيز، وفيها مقاومه الار بي ماشي فيها تيار الاي بيز، يبقى تيار الاي بيز كقيمه يساوي كام؟ يساوي 7 من 10 على 20، صح كده؟ يبقى قيمه الاي بيتا يساوي 51 في 7 من 10 على 20. لو انت حسبت القيمه دي اعتقد انها تساوي 1.785 اعتقد ملي امبير. طبعا الدي سي اناليسيس لازم انهيه ان انا احسب الاي سي ميتر ريزيستنس، احط ال 25 ملي فولت اللي هم قيمه الفي تي مقسومه على تيار الاميتر، اعتقد الكلام ده يطلع ب 14 اوم. يبقى انا كده بكل بساطه عملت دي سي اناليسيس بسيط جدا، ما خدش مني ايه؟ ما خدش مني، تعالى نمسح بقى اللي احنا كتبناه ده عشان نعمل بعد كده ما يسمى بالايه؟ بالدي سي اناليسيس اللي احنا شايفينه. نمسح بقى كل ده كده ونبدا نعمل دي سي اناليسيس زي ما احنا شايفين. طيب دلوقتي عايزين نعمل اناليسيس في حالة ان لما يكون عندي كل الاستفاد بتبقى شورت سيركت زي ما احنا شايفين كده، السورس يبقى جراوند بالمنظر ده كده، واشيل الترانزستور واحط الايكويفالنت سيركت بتاعه اللي هي عباره عن ار اي على الاميتر، ار اي على الاميتر، وفي كرنت سورس هنا اللي هو بتاع. تعالى بقى نعمل اورجانيزيشن للدايره بتاعتي. هذا الكرنت سورس اهوت اللي هو داخل ده الكرنت سورس، في مقاومتين اللي هي مقاومه الار اس هي 1 كيلو، وفي مقاومه الار بي اللي هي 20 كيلو، وبعد كده في مقاومه الار ايميتر بالمنظر ده كده، والايميتر على الارضي ادي الار اي اللي هي قيمتها 14 اوم، وبعد كده في كرنت سورس هنا اللي هو بيتا اي بي، والبيتا اي بي ده عليه مقاومتين، مقاومه الار سي اللي رايحه للجراوند اللي هي قيمتها 4 كيلو، وعليه كمان قيمه الار ال اللي رايحه للجراوند اللي هي عباره عن 6 كيلو. طب تعالى بقى نشوف هو طالب مني ايه؟ هو طالب مني الكرنت جين. الكرنت جين اللي محدده قال لك عايز الاي ال على الاي اس، وقال لي هو ده الاي ال اللي هو تيار الحمل، وهو ده الاي اس اللي هو تيار السورس. طب قال لي ابدا قبل ما احل ابدا اقول طيب هو الاي ال على الاي اس اللي هسميه الكرنت جين اللي هو عايزه بيساوي ايه؟ ممكن اقول كده اي ال له علاقه باي سي، والاي سي له علاقه ها بالاي بي، والاي بي له علاقه بالاي اس. يبقى انا كده سهلت الدنيا. ليه سهلت الدنيا؟ لان بكل بساطه كل ترم له قيمته، كل ترم له قيمته. اول حاجه لو جيت اكلمك على الترم اللي اسمه اي سي على اي بي، طبعا اي كابيتال سي سمول اي سي اناليسيس، ممكن تكتبها بالسمول، ممكن تكتب الكلام ده بالسمول اي ال على اي سي، تمام، ممكن تكتب اي سي على اي بيز، تمام، ممكن تكتب اي بيز على اي اس، وهكذا ما انت عايز. طيب بس احنا مش متغيره هي ار ام اس، فممكن الصيغه اللي احنا كتبناها في الاول تمشي برضو على اساس ان هي عباره عن قيمه ار ام اس فاليوز، تمام كده؟ طيب يعني الكلام ده
بكل بساطة نرجع نكتبه تاني للناس اللي ما خدتش بالها، اي ال على اي سي في اي سي على اي بي في الاي بي على اي اس. حلو جدا. الترم ده اللي هو اي سي على اي بي، افكرش ده بيتا، البيتا عطاها لي في المسألة بخمسين، ولا ده اول حاجة. يبقى الكرنت جين هو خمسين بس حوالين الخمسين، تمام؟ بس في تأثير اسمه اي بي على اي اس، وفي تأثير اسمه اي ال على اي سي. طب فين الاي ال؟ اي ال اهو، فين الاي سي؟ الاي سي اهو، ده اسمه الاي سي، صح كده؟ اسمه الاي سي. طب ايه العلاقة بينهم؟ والله الاي سي لو مر في المقاومتين دول مع بعض هيعمل فولتج دروب، والاي ال لو مر في المقاومة ده الواحد هيعمل نفس الفولتج دروب. يبقى بكل بساطة ممكن اروح على جنب كده اقول ايه، اقول اي سي لو مر في 4 توازي مع 6 هي نفسها نفس الجهد ده هيتولد لو الاي ال لوحدها مرت في 6. يبقى خلاص بلي على طول، بلي ايه بقى؟ بلي الاي ال على الاي سي، الاي ال على الاي سي سوى 4 توازي على 6 على 6، 4 في 6 على 10 على 6 يديني حوالي 4 من 10، يديني حوالي 4 من 10. يبقى انا كده جبت القيمه ده اهي اللي هي 4 من 10. طب تعالى بنفس الطريقه عايزين نجيب اي بي على اي اس. فين الاي بي؟ الاي بي اهي، دي اسمها الاي بيز، ودي اسمها الاي اس اللي داخله اللي هي الاي سي سيجنال اللي داخله اهي. طيب الاي اس لو مر في المقاومات هنا، مر هنا ومر هنا ومر هنا، تمام، يعمل فولتج دروب نفس الفولتج دروب ده لو الاي بيز مر في المقاومه. طب اعمل ايه؟ اقول لك بكل بساطه، طيب النقطه ده هي مش اسمها جهد الفي بيز، صح كده؟ حد كده يقول لي لو انا جبت الفي بيز على الاي بيز ده يمثل ايه؟ الفي بيز على التيار الاي بيز يمثل ايه؟ يمثل الار انبوت عند البيز. طب الفي بيز هو جهد على الاميتر على الار اي، والار اي بيمر فيها اي سي يعني الكلام ده، او بيمر فيها اي اي يعني الكلام ده، اقول اي اي في 14 على الاي بيز، والاي اي على الاي بيز يعني بيتا زائد 1 يعني الكلام ده 51 في 14. يبقى انا كده جبت الار انبوت عند البيز، يبقى انا جبت السلكه دي المقاومه اللي هتقابلني عامله ازاي هنا. طب انا استفيد ايه من الحدوده دي؟ الله، تستفيد ازاي بقى؟ ما انت هتشيل كل، احنا اتفقنا لما يكون عندي اشيل كل الترانزستور ده كله بقى، اشيل كل الكلام ده واحط مكانه الار انبوت عند البيز. يبقى ناخد بالنا ان ممكن اسهل على نفسي المساله، تمام، واقول اشيل كل الكلام ده احط مكانه مقاومه صغيره اسمها ار انبوت عند البيز، اللي هي قيمتها كام زي ما اتفقنا؟ 51 في 14. طب التيار اللي ماشي هنا كام تاني؟ اهو نكتبه بشكل واضح اهو، التيار قيمته كام؟ اي بيز. التيار قيمته كام؟ اي بيز، وده اسمه اي اس. الشاطر بقى يقول الاي بيز لو مشى في الار انبوت هيولد فولتج دروب، ونفسه الاي اس لو مشى في الثلاثه توازي مع بعض، مش كده؟ يبقى نروح نقول كده اي اس في 1 توازي مع 20 توازي مع القيمه اللي هتطلع لي من هنا اللي هي اعتقد ال 51 في 14 ضارب 51 اعتقد 714، يعني الكلام ده تقريبا 0.714 محول كل المقاومات كيلو، 700 دي 714 اوم، فانا حولتها للكيلو 0.714. الكلام ده يساوي اي اس في المقاومات دي توازن هو نفسه الاي بي لو هيمر في الار انبوت اللي هي 0.714. طب اللي فهم الكلام ده، اللي فهم الكلام ده، يبقى الاي بي على الاي اس بكام؟ الاي بي على الاي اس، احول الاي اس مقام الاي بيز، يبقى الاي بي على الاي اس على طول الشاطر يقول بتساوي كام؟ تساوي 1 توازي على مع 20 توازي مع 0.714 على 1.714. طبعا لما تعمل توازي مع اقل قيمه هيطلع المحصله اقل من اقل قيمه، اقل من اقل قيمه، هيطلع الترم ده بقيمه معينه صغيره يعني اقل من 0.7 تقريبا 0.57 تقريبا. لو هضرب الثلاثه بقى في بعض 50 في 4 من 10 في القيمه اللي هتطلع احسبوها، هتلاقي الكلام ده تقريبا يساوي حدود زي ما موجود عندكم في الاختيارات الصحيحه. اعتقد طلعت النتيجه بكام في الحاله دي؟ ب 11 وشويه، فاحنا طبعا هنعطيه كلها انتجرز، فيبقى الكرنت جين هنا قيمته تساوي 11، قيمته تساوي 11. يبقى ناخد بالنا ان المساله سهله جدا، انت بتعمل دي سي اناليسيس وبتعمل اي سي اناليسيس، فالمساله سهله جدا مفيش فيها اي حاجه. كل حاجه انك تعمل اي اي، تمام، عملنا حسبنا الار اي، وبعد كده رحنا شلنا المكثفات وحطينا شورت سيركت، وبعد كده حسبنا التيارات بالمنظر اللي احنا شفناه. طيب تعالى نشوف اخر بقى مساله قدامي، مساله سهله برضو على السنجل ستيج امبليفاير. بيقول لي عندي مرحله امبليفاير، امبليفاير ده الفولتج جين بتاعه الاي في بتاعه بتساوي 60، حلو جدا. وبعدين هو المقاومه الكوليكتور،
مقاومه الكوليكتور والانبوت ريزيستنس. الانبوت امبيدنس 1 كيلو، يعني الامبليفاير ده الكوليكتور ريزيستنس عليه 500 ohm، وفي انبوت ريزيستنس مقاومه الدخل بتاعته حوالي 1 كيلو. كويس، 1 ايه 1 كيلو. واعطيني مواصفات الايه الستيج. بيقول لو انا حطيت 2 ستيج مع بعض، 2 ستيج مع بعض، الاوفر اول، وعايزين ايه الاوفر اول جين، الاوفر اول جين. طيب ببساطه خالص اتفقنا في المالتي ستيج امبليفاير لما كنت بستبلي كابل بالستيج الاولانيه الفيرست ستيج ده اهي، دي اسمها الفيرست ستيج، دي اسمها السكند ستيج. دايما بنبدا حساب من السكند ستيج، والسكند ستيج هي ال 60، هو الفولتج جون بتاعها كام؟ 60. عايز اجيب بقى الجين بتاع الفيرست ستيج عشان اجيب الاوفر اول، فقلنا عشان اعرف اجيبه بجيب الانبوت ريزيستنس بتاعت السكند ستيج واعتبرها حمل، واعتبرها ايه؟ واعتبرها حمل بالنسبه لي، صح كده؟ طيب والحمل ده، والحمل ده هيبقى توازي مع مقاومه الار سي، هيبقى توازي مع مقاومه الار سي، اكن مقاومه الجين في الحاله دي هو 60، بس هيحصل له لودنج افكت، هيحصل له لودنج افكت. ايه هو اللودنج افكت؟ هو عباره عن النص كيلو توازي، واخد بالك؟ توازي مع ايه؟ توازي مع الواحد كيلو بالمنظر ده كده، نص كيلو توازي مع الواحد كيلو بالمنظر ده كده. طيب يبقى المنروح نخلص. طبعا احنا قلنا دلوقتي ايه الجين بتاع المرحله الاولى، تمام؟ هو كان الجين، كان اصلا اي جين بتاع اي مرحله بيعتمد على اللود ريزيستنس اللي هي الار سي، تمام؟ واحنا عارفين دايما ان الجين الار سي بتبقى مضروبه في البسط. يبقى لما اقسم الجين على الحمل القديم اللي هو نص كيلو واضرب في الحمل الجديد اللي هو اصبح الانبوت امبيدنس 1 كيلو توازي مع نص، يبقى انا كده شلت الحمل القديم وحطيت الحمل الجديد. يبقى ناخد بالنا ان الاي في 1 هو كانش 60، هو كان 60 بدايه الحمل القديم، فانا قسمت على الحمل القديم اللي هو نص كيلو لمقاومه الايه؟ الكوليكتور، وضربت في الحمل الجديد، فالكلام ده يطلع في حدود 40. يبقى الاوفر اول جين الاي في 2 طالع ب 60 زي ما هو، تمام، ما بتاثرش بحاجه. يبقى الاي في توتال يساوي 60 ملتبلاي ب 40، يعني الكلام ده يطلع 2400. طب واحد يقول لو انا عايز اجيب الجين بالديسيبل، ها الجين بالديسيبل، اي في بالديسيبل ها بيساوي 20 لوج القيمه، فلو جبت 20 لوج 40 مثلا يطلع 32 ديسيبل، 32 ايه ديسيبل، تمام؟ وهكذا بقى تقدر تجيب الديسيبل فاليو لاي حاجه، طبعا الا اذا كنت بتتكلم على الباور جين، فالباور جين هو عباره عن 10 لوج قيمه الجين بتاع الباور لينير من غير ديسيبل ولا حاجه، ففي حاله الباور بضرب في 10، في حاله الجهد والتيار بضرب في 20. يبقى مسائل سهلة جدا، طبعا الإجابة بتاعتي كانت عبارة عن دي في الحلقة دي، فأتمنى تكونوا استفدتوا من المسائل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.